الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. موضوعنا النهاردة عن عبارة قيلت عن الرب إنه كان يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا. إلهنا المحب الذي يحب البشر من كل ناحية بيقول يصنع خيرا في القديم وفي الحديث والآن وكل أوان. طريقته كده إنه يقول يصنع خير. يعني ربنا يمشي يفتقد الناس التعبانين ويريحهم، ويفتقد المرضى. كان ماشي مرة ولقى إنسان بقاله 38 سنة مطروح جنب البركة وتعبان 38 سنة، فتحنن عليه وقال له احمل سريرك وامشي. رأى الراجل مولود أعمى فشفاه من التحنن عليه إنه يقول يصنع خيرا. وبعد ما شفاه بشوية لقى إن اليهود أخرجوه خارج المجمع، فبرضه مر عليه خارج المجمع وافتقدوا واداله الإيمان. طريقة ربنا إنه يقول يصنع خيرا، ينادي للمأسورين بالعتق وللمسبيين بالإطلاق، يقول يريح الناس. طريقة ربنا يقول يريح الناس. ماشي في مكان الجباية لقى عشار موجود قال له تعال ادعني، بينما العشارين كانوا مكروهين، مكروهين عند المجتمع لكن مش مكروهين عند ربنا. ذكر رئيس العشارين مر ربنا عليه وقال له أنا اليوم هبيت في بيتك. استغرب واليهود استغربوا، ازاي بيت عند واحد خاطئ؟ في فرق بين إنسان بشري ضعيف يبات عند واحد خاطي فينضر، وبين المسيح لما يبات عند واحد خاطي ينقذه من خطيته. ولذلك قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. ربنا بيقول يصنع خيرا مع الكل. العشرين دول قعد معاهم وبقى ياكل معاهم، واليهود انتقدوه قالوا له ازاي تاكل مع الناس الخطاه، ازاي تقعد معاهم؟ قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. دول اللي يحتاجوا لواحد يقعد معاهم. القديسين ما يحدوش للتوبه لكن الخطاه يحتاجوا للتوبه. نقول الكلام ده لأن بعض رجال الدين إذا لقوا واحد بيخطي يطردوه
قولوا له امشي، انت لا تصلح انك تكون ابن لله، ربنا ما بيعملش كده. ربنا بياخد المطرودين دول ويصلحهم. فقال في حزقيال 34: انا ارعى غنمي يقول السيد الرب، واسترد المطرود واجبر الكثير. ربنا طريقته كده. احنا ساعات كبرياء القلب عندنا بتخلينا نرتفع عن مستوى الخطاة ونرفضهم، مقدرش أقرب عليهم. أما ربنا فقلبه الحنين الواسع الطيب لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى. هو الداعي الكل إلى الخلاص. طريقة ربنا يقول يصنع خيرا. يعني في مرة وهو مرر بيقول، مر على السامرية، والسامرية دي كانت آخر شر، عاشت مع 5 رجالة ولسه اللي قاعد معاها مش زوجها. السيد المسيح اقترب إليها وكلمها كلام طيب واستطاع أن يجذبها إلى التوبة من غير ما يحرجها، لدرجة أنها آمنت وراحت تدعو أهل بلدها للإيمان أيضا. لأنه بيقول يصنع خيرا. في جولان يقابل امرأة سامرية زي بعض يخلصها. ده مرة في جولانه شاف امرأة مضبوطة في ذات الفعل. عارفين مضبوطة في ذات الفعل؟ يعني ما تقدرش تقول أنا ما أخطيتش، أخطيت ومضبوطة في الخطية. قال برضو أخلصها. وقال للناس من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حاجة. عايزين يرجموها. وقعد يكشف لكل واحد خطيته لغاية ما تسرسبوا بعده. قال لها أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد وأنا أيضا لا أدينك. اذهبي ولا تعودي تخطي أيضا. السيد المسيح طيب طيب، مش بس بالنسبة للخطاة مثلا، مر وهو ماري ماشي يعمل خيرا، يقول يعمل خيرا، لقى امرأة أرملة من مدينة نايين بتبكي عشان مات ابنها الوحيد. ما قدرش يحتمل بكاها، فأقام هذا الشاب ودفعه إلى أمه وقال لها لا تبكي. فات في بيت عنيا، لقى مريم ومرثا بيبكوا على أخوهم لعازر اللي مات وبقاله 4 أيام ميت. فقال لهم وروني دفنتوه فين، وراح لمكان دفنه وقال له لعازر هلم خارجا. السيد المسيح يقول يمسح دموع الحزانة ويفك ضيقة الناس، حتى اللي قوموه واللي وقفوا ضده زي شاول الطرسوسي، يا ما عمل ضد المسيح. وكان يجر رجالا ونساء إلى السجن بجوابات من رؤساء الكهنة.
المسيح مر عليه وهو في الطريق لدمشق وقال لي يا شاول لماذا تضطهدني؟ بيصالحه، مش بس بيصالحه ده بيعمل له رسول كمان. قال له أنا شايف فيك طاقات قوية، الطاقات دي تستخدم في الخير مثل ما تستخدم ضد الكنيسة. طيب يقول يصنع خير، والحكاية دي مش دلوقتي بس، من زمان حتى من آدم. آدم أخطأ وخاف من ربنا، مش قادر يوري وشه، واستخبى ورا الشجر، مش قادر يصالح ربنا. ربنا قال له لا تزعل، انا اللي اجي واصالحك. وراح وقال له ادم اين انت؟ تعال نتفاهم. وهكذا مع حواء، ومش بس تفاهم معاهم، واداهم وعد بالخلاص. إن كانت ضحكت عليك الحية ابن المرأة سيسحق رأس الحية. ربنا لا ييأس من أحد، يقول يصنع خيرا حتى مع الناس اللي ميؤوس منهم في نظر الآخرين. ولذلك لما خلص زكى العشار قال ايه؟ ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. ثم ده هلك وخلاص، لا برضه انا جاي اخلص ما قد هلك. انا لا ايأس من احد، دي طريقة ربنا. الله يسعى اليك حتى دون ان تطلب، يسعى إليك دون أن تطلب. تقول له يا رب أنا خاطي وواقع ومش قادر أقوم، أقول لك أنا أقيمك، أنا أرسل إليك وسائل نعمة، وسائل النعمة دي تقيمك. الله قادر على كل شيء ولا يعسر عليه أمر. لوط كان اشتهى الأرض المعشبة وساب إبراهيم والمذبح وسكن وسط الناس الأشرار في سدوم. أنقذوا ربنا مرتين، ما سابوش برضه، جاي يطلب ما قد هلك. مرة لما سبي أهل سدوم أرسل له إبراهيم نجاه من السبي، ومرة لما اتحرقت سدوم ربنا بعت ملكين خد لوط وأسرته وطلع بيهم بره. يطلب ويخلص ما قد هلك، مش بس من قد سقط، لا من قد هلك. ربنا يدعو الكل إلى الخلاص، حتى اللي ما يقبلش يصبر عليه عشان يخلصه، محتاج الصبر برضه. في واحد ما يجيش من أول كلمة، يجي من عاشر مرة، يجي من مرة لعشرين. أخطر حاجة بالنسبة للآباء الكهنة إنهم ييأسوا من خلاص الخطاة. يقول لك فلان ده شرير جدا، لا ينفع معه لا الوعظ ولا الرعاية ولا الإرشاد. زي ما واحد من مثل هؤلاء الآباء طرد واحد ليهلك، وحجته في دي الابن الهلاك للهلاك يدعى. مين قال لك للهلاك يدعى؟ ده ربنا الداعي الكل إلى الخلاص، وبنصليها كل يوم.
لكن تقول لي مين؟ ربنا يقول يصنع خيرا حتى مع المظلومين. مع المظلومين الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين. من أمثلة هؤلاء المظلومين يوسف الصديق، ظلمه أخوته وباعوه كعبد، وظلمته امرأة فوطيفار وادعت عليه شر، وظلمه فوطيفار نفسه وخده ورماه في السجن. فربنا قال له لا، أنا مش هحكم لك بس إنك تخرج من السجن، ده أنا هخليك التاني في المملكة، وخلي كل الذين ظلموك يأتون ويسجدون عند قدميك. الكتاب ذكر كيف إن أخوته اللي ظلموه جم وسجدوا عند قدميه، بس الكتاب ما كتبش ان فوطيفار جه وسجد عند قدميه، لكن غالبا برضه جه وسجد عند قدميه. ربنا عجيب في انه يقول يصنع خيرا، يعمل في الناس بروحه القدوس، ويعمل في الناس بنعمته، ويعمل في الناس بملائكته، ويصنع مع كل أحد خيرا. واللي يكون في ضيقة ربنا يوقف جنبه. شوف داود يقول ايه، دفعت لأسقط والرب عضدني. واحد في ضيقة، أنا هقول لكم على واحد كان في ضيقة. الواحد ده عصفور وقع في فخ الصيادين، يعمل إيه العصفور وأمامه فخ الصيادين؟ ربنا قال لا، الفخ انكسر ونحن نجونا. ده الكلام اللي ربنا يعمله. ربنا مش عمل كده مع العصفور بس، ده عمل كده مع الأرض الخاربة الخاوية في أول الخليقة. راح للأرض الخاربة الخاوية وقال ليكن نور، فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. انبسطت أيتها الأرض الخاربة، والأرض الخاربة الخاوية اللي ربنا أشرق فيها بنور ممكن تقال على كل نفس. كل نفس خاربة وخاوية من الفضيلة، ربنا يقول لها ليكن نور فيصير نور، ويرى الله النور أنه حسن. ربنا الذي يقول يصنع خيرا مر على كل التعبانين. يعقوب أبو الآباء كان هربان من أخيه عيسو اللي قال أقوم وأقتل أخي، وهرب وهو هربان وتعبان مش عارف له حل. ظهر له الله في السلم السمائي، قال له ما تخافش، ها أنا معك، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. بيطمنه. واحد تاني كان تعبان برضو، القديس يوحنا الحبيب، كان منفي
في جزيرة بطمس منفي، وهو منفي يظهر له الرب هناك برؤى عجيبة. ويقول له أنا الحي وكنت ميتا وآهنا حي إلى أبد الآبدين. ما تخافش، مش بس ما يخافش، ده أظهر له رؤى ورأى السماء مفتوحة وشاف عرش ربنا. مين كان يفكر إن في أرض السبت يشوف السماء مفتوحة ويرى عرش الله والملائكة الذين حوله، ويديله رسائل؟ كل ده في جزيرة بطمس، مكان المنفى، مكان المنفى. لكن ربنا مستعد يعمل مع الكل، يقول ويصنع خيرا. جايز واحد خاطئ وربنا عايز يعمل معاه خير، يبعت له زيارة نعمة تقرب قلبه إلى الله، أو يبعت له تجربة تصحيه تفوقه. ما في ناس مش فايقين، عايز له حاجة تفوقه. واحد يجي بكلمة طيبة، واحد يجي بقلمين على وشه يفوق. بس مش كل واحد يقدر يعمل كده، ولما تتعمل مرة ما تتعملش كل مرة، بالتجربة يفوق. واحد ربنا يفوقه بإنذار، زي أهل الأهل نينو، قال لهم هتهلك المدينة، رجعوا وتابوا. ليه؟ نفع معهم الإنذار. ربنا يقول يصنع خيرا بأية الطرق، بأية الطرق، بالطريقة اللي تصلح للشخص. أغسطينوس مشي في الفساد لما شبع، مش فساد يعني بس من جهة أخلاقه، لا، ده أيضا فساد من جهة العقيدة، بعد عن ربنا خالص. وأمه بقت تبكي عليه. الذي يقول يصنع خيرا جال ومسك أغسطينوس وأنقذه مما هو فيه، بعت له أسقف لطيف اسمه القديس أمبروسيوس، أسقف ميلان، كلمه كلام كويس. بعت له سيرة القديس الأنبا أنطونيوس، قراها وتأثر بيها، وأخيرا تاب واعتمد، وعمره 30 سنة، وقال لربنا تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينطق به. أنا تأخرت كثير في حبك، كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك، لغاية لما صلحوا، لغاية لما صلحوا وأصلحوا وأصلح به كثيرين. ربنا ما يسيبش حد، ما سابش ماريا القبطية اللي كانت في منتهى الفساد، ما سابش بيلاجيا، ما سابش موسى الأسود. انتوا بتخافوا من موسى الأسود؟ أنا هاخده وأخليه مثال للوداعة والخدمة. ربنا عجيب، يقول يصنع خيرا. يريد والواحد فيكم بيقرأ المزمور، باركي يا نفس الرب ولا تنسى كل إحساناته،
تشوف قديه الخير اللي عمله معاك ربنا في حياتك. مشكلتنا ان احنا بننسى الامور الطيبة ولا نذكر الا الامور المتعبة. الله ما فيش شك فيما يقول يصنع خيرا جال على بيتكم وعلى قلبك وعلى حياتك، وصنع فيها خيرا. ما يصحش ابدا انك انت تنساه، ده حتى من الايمان. يقول لك الخاص الحبشي وهو ماشي بمركبته، ربنا قال له فيلبس، قال له روح امشي ورا المركبة دي. مشي وراها لغاية لما قادوا للخلاص وعمدوا. مش حكايتها ازاي؟ ربنا جايز يعمل معاك خير مباشرة، وجايز يبعت لك واحد في حياتك يقول له تقدم إلى هذه المركبة. المسيح لقى التلاميذ اللي هم هربوا وقت الصلب، وكانوا قاعدين تعبانين ومقفول عليهم في العلية وخايفين موت، دخلوا افتقدته، قال لهم أنا هو لا تخافوا. ظنوه خيالا، قال لهم لا أبدا. وقعد يفتقدهم 40 يوم لغاية لما رجعهم إليه. نشكر ربنا اللي بيصنع معنا خيرا كل حين. اتفضل. الشخص الروحي يشعر ان حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.